أهلا بكم في تغطية جديدة. الحديث عن ظهور أي فيروس جديد في العالم أصبح يثير حالة من القلق عند البعض، وحتى وإن الموضوع يعتبره العلماء بسيط، إلى أن المواطنين ليس في مصر فقط ولكن العالم أجمع أصبح يتحسب لظهور أي أمراض جديدة، بالتأكيد في ظل وجود جائحة كورونا وما فعلته أو فعلته في العالم. في هذا السياق، سجلت الصين أول حالة وفاة في العالم بالفيروس القردي بعد أن أصيب طبيب بيطري عمل على تشريح بعض قردة المكاك. ووفقا لصحيفة جلوبال تايمز، فقد ظهرت على الطبيب البيطري البالغ من العمر 53 عام والذي يعمل في مؤسسة أبحاث عن الحيوانات أعراض مبكرة من الغثيان والقيء بعد شهر من تشريح 2 من القرود الميتة في أوائل مارس الماضي. أشار الموقع إلى أن الطبيب البيطري طلب العلاج في عدة مستشفيات إلى أن توفى في 27 مايو الماضي، كما لفت إلى أنه يمثل أول إصابة بهذا الفيروس في الصين، وتم إجراء اختبارات لجميع أفراد عائلة الطبيب للكشف عما إذا كانوا قد تلقوا العدوى منه أم لا، إلى أن النتائج جميعها جاءت سلبية. لم تسجل الصين أي إصابات قاتلة أو حالات خطيرة بهذا الفيروس في السابق، ليصبح هذا الطبيب البيطري هو أول إصابة بالفيروس الذي يعرف بالفيروس القردي بي أو به. وعلى أثر وفاة الطبيب، كثفت الصين مراقبة قرود المكاك المختبرية والموظفين الذين يتعاملون معها. وبحسب هذه الصحيفة أيضا، فإن الفيروس الذي تم رصده أول مرة عام 1932 يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال المباشر وعن طريق إفرازات الجسم، ويصل معدل الوفاة به إلى 50%. ومنذ اكتشافه قبل نحو حوالي 90 عام، سجل العالم 50 حالة إصابة بشرية بهذا الفيروس، لكن لم يتم تسجيل أي وفاة من قبل. بالتأكيد البعض تساءل عن مصر ووضعها من هذا الأمر. كان في تصريحات صحفية قال محمد أحمد علي رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوضع في مصر آمن، وما تم الحديث عنه في الصين مجرد حالة فردية ولا تستدعي القلق والخوف الشديد. أضاف كمان الدكتور أن هناك العديد من الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، زي مرض السارس والإنفلونزا الطيور. ووضح كمان أنه يجري معرفتها واكتشافها وإيجاد العلاج لها في أسرع وقت، وأشار أيضا إلى أنها طبيعة الكون وليست جديدة. تابع كمان رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حديثه، وقال إن الفيروس القردي قديم جدا، وما تم نشره عنه مقالة وليست ورقة علمية مؤكدة. علق أيضا رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات عن استخدام القرود أو الحيوانات تجارب، وقال كمان إن استخدامها في التجارب بسيط نظرا للتكلفة، وهناك بدائل متعددة يتم استخدامها في التجارب سواء على الأدوية أو الأمصال. يعني دي كانت تغطية مع حضراتكم رصدنا فيها هذا الخبر واللي جاء على جلوبال تايمز الصحيفة العالمية، ورد كمان المتخصص والمسؤول المصري. إلى هنا تنتهي هذه التغطية، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى على تلفزيون اليوم السابع. شكرا لكم.